قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحن والله ما دارين اي حاجه من الناس، لا دارين منك قروش، لا دارين منك صفقه، لا دارين منك قريش، لا دارين منك تعريفه، دارين انك انت تكون عبد لله، ما تكون عبد للشيخ. في مشكله؟ كلامنا فيه مشكله؟ لا ما في مشكله يا ناس. دارين انك تكون عبد لله، سجدت لله براو، ركعت لله براو، دعيت يا الله مرتي 10 سنه ما ولدت تدينا الجنه. ده يقول لك نتكلم فيه ولا ما نتكلم فيه؟ يقول لك لا يا مولانا ما تغتاب. طيب انت ديلك كيف جازو؟ الدنيا تجوز لك والدين ما يجوز لك؟ الدنيا عندك اعظم من الدين؟ فلا بد يا اخوان الناس تفهم المعلومه دي. زول داري يجي يضللنا في ديننا، وزول داري يجي يكذب علينا في الدين، البي ونجاتنا يوم القيامه. نحن ما نكشف للناس ونرضى في دنيانا اللي بتمشي وتجي؟ فلا بد يا اخواننا الناس تعرف المعلومه دي، وتعرف انه الدين اغلى ما يملك الانسان، وانك اذا افلحت وانجحت في العقيده ستنجح في جميع الاعمال. فالرجل ده خلاصه كلامه، وانا سمعت اشرطه التسجيلات حقته، داير الناس يخلوا الله ويدعو غير الله سبحانه وتعالى ويشركوا بالله ويكفروا بالله، دي خلاصته. ما في حاجه بس ده الموضوع كله، ما عنده أي موضوع غير الموضوع ده. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والناس اللي بيزعلهم شنو؟ يا جماعة يا ناس يا عقلاء يا ناس يا طيبين، نحن ما عندنا مشكلة شخصية ولا قبلية مع فلان ولا علان، نحن مشكلتنا قلنا للناس أدعو الله براو، الله عنده كل حاجة والله اللي بيديك براو. وديل قالوا لا، قالوا شيوخنا مشتركين مع الله. دي المشكلة، فهمتوا المشكلة؟ هي دي المشكلة كلها، ما في شيء ثاني. أنا إحنا جايين نبين للناس الله قال والرسول قال، فلان غلط بنقول يا أخواننا فلان غلط وخالف كلامه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن بلغت عمامته عنان السماء. ده دين ربنا سبحانه وتعالى كده، دين الله لابد الناس تبقى واضحة فيه. نحن دايرينك تعب وظل براو. حصل قلنا لكم نادوا ابن تيمية يستغيث به؟ حصل يا ناس؟ ما حصل. حصل قلنا لكم نادى أبو هريرة من دون الله رضي الله عنه؟ ما حصل يا ناس. حصل قلنا لكم أعبدوا ابن الغيم؟ ما حصل. لكن ديل قال لكم أعبدوا غير الله. أديك دليل، أودي الكتب. قال بناديهم، بناديهم في كل قضية بناديهم، ما مش الله بنادي الشيوخ حقنا، بناديهم. أنا داير الزول العاقل يحكم بيناتنا يا جماعة. زول داري ورطك، ما أي زول قال الرسول قال معناه كلامه صح، لا، في ناس قاعدين يكذبوا، لابد تعرفهم، تعرفهم عشان لما يجي يكذب عليك بحديث باطل باطل تقوم تبعد منه وتعرف الشر وتنجي يوم القيامة. أما لو أي زول بيقول لك كلام بتسمعه أنت بتتورط. الشرك تقول ده الله والإله، لكن فلان ده برضه ندعوه مع الله، نستغيث به، نتوكل عليه، نحلف به، نستعين به فيما لا يقدر عليه إلا الله، ده الشرك يا ناس. وربنا جاوب في الآية دي ورانا الشرك شنو؟ واحد جاي يغش أنا ساكت. فلا بد يا أخواننا الناس تفهم، والكلام ده لما نجي نقوله نحن والله ما بنتكلم عن أهل الغرية دي، لكن نحن بنقول إنه في زول جاي يضلل المسلمين، لابد نكشفه للناس ولابد نوري الناس الحقائق. ليه الناس بتكذب؟ يكذب على الناس، وكل ما يجيب لك كذبه يقول للناس صلوا على النبي، زيدوا صلاه، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من افضل العبادات، لكن انت محتال. في شيخ في بشر بيقلب لي بيت ولد؟ اهو ده لا انا اسمعك له، وقالوا في الجامع بيقلب ولد بيت ولد، قال وقال مستعيد ناظر، جينا قام هرب. تناظر شنو انت؟ ولذلك يا اخواننا خلاصه الغلو، داير السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة تتبع كلام الله، تتبع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. المفترض
كان يكون في يعني مناظرة مع رجل ما من غريتكم جاي من برا، هو الحمد لله ما منكم، اسمه أوهاج. ف وهو وافق براو ذات، والله أنا ولا بعرفه ذاته ولا حصل شفته إلا لما رسلوا لي المحاضرات بتاعته، حضرتها وفرغتها وفرقت فرقت الباطل والضلال فيها. فهو أبا يجي رفضي وكده، ونحن ما عندنا مشكلة، احنا ما جينا نشاكل زول يا جماعة، ولا جينا نضارب زول، ولا جينا نشتم زول، والله ربنا يشهد، نحن جينا نبين الحق من الباطل. الإخوة الأفاضل أهل هذه القرية الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وابتداء نشكر أهل هذه القرية الكريمة لاستضافتهم داخل هذا الدار العامر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعمره بالتقوى والإيمان والرزق الواسع. ونشكر أيضا الشيخ الطيب لاستضافتنا في ديوانه وبيته، والأخ الشيخ عبد الله والشيخ الذي قدم المحاضرة، وكل المشايخ والإخوة الحضور. موضوعي يا جماعة حول آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. دي آية من القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله. المساجد العلماء قالوا إما يكون مقصود بها المساجد اللي بيصلوا فيها المسلمين، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وإما يكون مقصود بها مواضع السجود اللي بيسجد عليها الإنسان، اللي بيسجد بها الإنسان زي الجبهة والأنف واليدين والركبتين والكرعين إلى آخره. ربنا قال: وأن المساجد لله، يعني الزول ما يجوز يسجد إلا لمن يا جماعة لله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه المساجد والجوامع بنيت لله عز وجل، ده معنى الآية كده. الشق الثاني من الآية ربنا قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. والآية دي واضحة جدا، ربنا قال: ما تدعوا مع الله أحد. أحد دمنه أي أحد، ما تدعوا مع الله سبحانه وتعالى، فلا تدعوا مع الله أحدا. ليه يا جماعة؟ ليه ربنا حرم إنه ندعو معه أحد؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ربنا قال: منو الأضل من الزول اللي بيدعو من دون الله، يدعو الأولياء أو يدعو الأنبياء أو يدعو الصالحين، ده أضل زول. وربنا قال: منو الأضل منه ذاته؟ ما في أضل من ده. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وفي يوم القيامة ربنا قال: وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بعدين يا جماعة، غير ربنا سبحانه وتعالى ما يملك شيء، فقير. ربنا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد،
إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كل الناس فقراء، فكيف أنت تخلي الغني؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وربنا الغني الحميد تخليه وتلجأ للفقير، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كيف تلجأ للفقير يا جماعة؟ ده ما يستقيم عقلا. هسا في الدنيا لو داير زول يساعدك ساكت في أمر ما، زول دار تدين قروش يزنكته، نسأل الله يغني الجميع من فضله. لكن أنا بفترض فرض يعني، زول داير يدين له قروش، بتمشي لزول مفلس ولا بتمشي لزول عنده؟ لزول عنده، وتكون ضامن إن الزول ده ما شاء الله وعنده قروش ممكن يدينك بعد ذاك، يا ذاك يا بقى بخيل يا ظرفه اليوم ذاك كان كعب، لكن اصلا هو من اصحاب القدره يعني عنده قروش. ما ممكن تمشي لزول مفلس زيك او اكعب منك ذاته وتقول له يا اخي اديني 50 مليون، هو 50 جنيه ما عنده، سنه كامله ما بتدخل جيبه 50 جنيه، ما ممكن يدينك 50 مليون، صحيح ولا ما صحيح؟ فما ممكن يا جماعه زول يخلي ربنا سبحانه وتعالى الغني الحميد ويمشي لواحد فقير ما عنده شيء. فربنا قال كل الناس فقراء إلى الله، فما ممكن تخلي الله وتذهب إلى الناس. والمفترض كان يكون في يعني مناظرة مع رجل ما من غريتكم جاي من بره، هو الحمد لله ما منكم، اسمه أوهاج. ف وهو وافق براو ذات، والله انا ولا بعرفه ذات ولا حصل شفته الا لما رسلوا لي المحاضرات بتاعته، حضرتها وفرغتها وفرقت الباطل والضلال فيها. فهو ابى يجي رفضي وكذا، ونحن ما عندنا مشكله، احنا ما جينا نشاكل زول يا جماعه، ولا جينا نضارب زول، ولا جينا نشتم زول، والله ربنا يشهد. نحن جينا نبين الحق من الباطل بالدليل، وزي ما قال المثل السوداني العقل في راسه يعرف شنو. خلاص نحن بنعرض لك كلامنا، نقول لك ربنا قال سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال، الصحابة رضي الله عنهم قالوا، والموضوع انتهى. فالرجل ده خلاصة كلامه، وأنا سمعت أشرة التسجيلات حقته، داير الناس يخلوا الله ويدعو غير الله سبحانه وتعالى ويشركوا بالله ويكفروا بالله، دي خلاصته، ما في حاجة، بس ده الموضوع كله، ما عنده أي موضوع غير الموضوع ده. وبيكرر الكلام ده طوالي، أو ده أنا كتبته هنا، لخصت لكم كلامه والله بالنص، والداير يسمعه مسجل بصوته، لا أنا أسمعك له، لكن ما في داعي له، أنا بس لخصت الكلام. ونحن ما عندنا معه مشكلة شخصية ولا مشكلة قبلية، ده ضلال يا جماعة، ده ضلال في الدين. زول دار يضيع لك دينك ويخليك تكفر بالله، وبدل ما تلجأ لله إذا حصلت لك مصيبة تخلي الله وتمشي للشيوخ. وعصرنا بطنه طلع عفانه وغسلناه ولا ما هو كده، وكفناه ولفيناه وتاني لفيناه وتاني لفيناه وربطناه وشفت رباط، وشيلناه فوق العنقريب، شيلك اوب اوب، مشينا بالمغابر حفرنا قبر، وجوا القبر ودى لحد شبر وغريق لتحت وحشرناه جوا، والجماعه جابوا الطوب الاخضر لد لد لد، واحدين يجيبوا الطين لد، سده بجاي مفتوحه لد، سده بجاي لد، ودفناه. تاني نجي نقول له نزل لنا مطر، مطر بتاع شنو يا ناس؟ ونحن نزلنا تعت، ما يملك حاجة، فرفر ما فرفر، ممكن ينزل لك مطر كده كده. قبل ما نقرأ القرآن يا جماعة ونذكر الآيات كده، جاوبوني، ممكن ده يديك حاجة تاني يا أخي؟ ما ممكن يا جماعة، لا يمكن أبدا. خلي جايبينه من وين؟ من البطانة، وجاي يكذب على الناس وتدعو الشيوخ، والرسول قال يا عباد الله احبسوه، ما قال الرسول، ما قال،
حديث حديث ضعيف، انت عارف ضعيف يعني شنو؟ يعني ما صحيح، يعني الرسول ما قاله. ليه ضعيف؟ قال ضعفت الحديث انتوا وسمنتوا. هسه انا سمين؟ ما سمنا ولا ضعفنا ونحن، حديث اصلا ضعيف، الرسول ما قاله، حديث ما صحيح. ليه؟ في اسناده في معروف ابن حسان السمرقندي، سمعت به يا وهاج قبل كده؟ معروف ابن حسان السمرقندي في اسناد الحديث. والثاني يا عباد الله غيسون الميم، واحد فيهم في معروف ابن حسان، وده زي ما قال يعني اهل العلم قالوا ده مجهول معروف ابن حسان، كما نقل الذهبي في ميزان الاعتدال، فالحديث ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى. الحديث الثاني، اذا اضل احدكم راحلته بارض فلات فليقل يا عباد الله غيسوني اغيسوني، مش ده الكلام العامل بيزه وبعض ولا موضوع ثاني؟ ده في اسناده عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، أبو حاتم جرحه، جرح هذا الرجل وضعفه، والحديث شنو؟ ضعيف، انتهى. حديث ثالث يقول لك، قال عند ابن عمر في واحد كراع خدرت وقال لي اذكر حب الناس إليك، قال يا محمد، قال شفته نادى غير الله، خلى الله نادى محمد. حديث ما صحيح، لكن انت ما عارف الحاصل، الحديث ده ما صحيح. والثاني برضه برواية ابن عباس، برضه خدرت رجله وواحد قال له اذكر حب الناس اليه، قال يا محمد الخدر راح. واحد في اسناده غياس بن ابراهيم، جرحوه علماء الحديث والحديث ضعيف كما في ميزان الاعتدال للذهبي، شفت كيف؟ والثاني في اسناده ابو اسحاق وهو السبيعي وهو مدلس وقد عنعنه ولم يصرح بالتحديث، يعني الحديث ضعيف. هسه فيهم حاجة صوفي ده؟ ده الحديث ضعيف يا ناس، ناس يخلوا القرآن واضح ويخلوا الأحاديث الصحيحة من كلام ربنا. يا أخي ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا بندعو الشيخ، الشيخ ده أحد ولا حيطة؟ أحد، يدخل في الآية، فلا تدعوا مع الله أحدا، انتهى. لا لابن ناديه مشرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كده، ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، يعني دعيت غير الله يبقى اتخذت غير الله شنو؟ إله. ما هو قال لهم، قال لهم شنو في كلامه وده في الورقة؟ قال لهم الشرك، قال بيعرف الشرك، نجر تعريف من راسه جديد بنك، قال الشرك هو اعتقاد ألوهية ما في غير الله، كذب كذب. الشرك انها تعتقد انه الله عز وجل هو الإله لكن تعبد مع الله غيره، الشرك تعبد الله لكن تعبد مع الله ناس ثانيين، ده الشرك، من كلمة شرك. هسه بقول لك دي شركة فلان وأولاده، يعني حقته برا ولا مع أولاده؟ أولاده مشتركين معه، عشان كده سموها شركة، مشتركين سموها شركة، نفرين ثلاثة خمسين دي بيسموها شركة مشتركين. فالشرك أنت شركت مع الله ناس دون الله، ده الشرك. ما مع الشرك تقول لا ديك الله ديك آلهة، لا لا، الشرك تقول ده الله والإله لكن فلان ده برضه ندعوه مع الله، نستغيث به، نتوكل عليه، نحلف به، نستعين به فيما لا يقدر عليه الا الله، ده الشرك يا ناس. وربنا جاوب في الايه دي ورانا الشرك شنو؟ واحد جاي يغشنا ساكت، ربنا قال ومن يدعو مع الله الها اخر. زول ده قال ياه الشيوخ العلفون الاسرع من التلفون، اشرك مع الله، لا لا انا ما راضي، ان شاء الله ما ترضى، مشرك برضه. هوش المشرك ده يا جماعه ما بيجي بيقول انا مشرك، هو ابو جهل ما قال للناس انا مشرك، لكن مشرك ولا ما مشرك؟ مشرك. والناس اللي بيزعلهم شنو؟ يا جماعه يا ناس يا عقلاء يا ناس يا طيبين، نحن ما عندنا مشكله شخصيه ولا قبليه مع فلان ولا علان، نحن مشكلتنا قلنا للناس ادعو الله براو، الله عنده كل حاجه والله اللي بيديك براو، وديل قالوا لا، قالوا شيوخنا مشتركين مع الله، دي المشكله، فهمتوا المشكله؟ هي دي المشكله كلها، ما في شيء ثاني.
نحن دايرينك تعب وظل براو. حصل قلنا لكم نادوا ابن تيمية يستغيث به؟ حصل يا ناس؟ ما حصل. حصل قلنا لكم نادى أبو هريرة من دون الله رضي الله عنه؟ ما حصل يا ناس. حصل قلنا لكم أعبدوا ابن الغيم؟ ما حصل. لكن ديل قال لكم أعبدوا غير الله. أديك دليل، أعود الكتب، قال بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، ما مش الله بنادي الشيوخ حقنا، بناديهم. أنا داير الزول العاقل يحكم بيناتنا يا جماعة. نحن والله ما داري من أي حاجة من الناس، لا داري منك قروش، لا داري منك صفقة، لا داري منك قريش، لا داري منك تعريفة، داري انك انت تكون عبد لله، ما تكون عبد للشيخ. في مشكلة؟ كلامنا فيه مشكلة؟ ما في مشكلة يا ناس. داري انك تكون عبد لله، سجدت لله براو، ركعت لله براو، دعيت يا الله مرتي 10 سنة ما ولدت تدينا الجنة. كلام ده طيب ولا ما طيب؟ ده نحن بنقول كده. داك بيقول لك لا، المرأة ما ولدت تشيل توديها عند الشيخ 3 يوم. اها، ده الشرك، شرك وخيابة. عرفتها؟ كيف يعني 3 يوم؟ ده كله باطل. الولد عند الله. ربنا قال، ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال لله، شوفوا القرآن ده واضح كيف؟ واضح، لكن النازل بتاع اللولوة. ربنا قال لله ملك السماوات والأرض. السماء والوطى ملك منه؟ الله. يخلق ما يشاء، اللي بيخلق منه؟ الله. ده ذاته الصوفي ده أنا بسمع له، قال لا لا، قال الشيخ ممكن يقلب البيت ولد. يا ناس، بيتي أنا مرتي ولدتها بيت، وقد قدنا لها ضنينة وجبنا لها حلق وسميناها زينب، الشيخ يقلبها حاج احمد على كيفه؟ حاج احمد ها؟ ودي بعدين تعرس ولا يعرسوها؟ دي شنو ذاتها؟ ده سؤال. والنصيبه في الميراث كيف؟ ربنا قال للذكر مثل حظ الانثيين. هذه الموضوع شنو هي؟ دي ولد ولا بنت؟ بعدين ربنا دايره بنت؟ الله دايره بنت؟ الشيخ قال له لا، بس كسر الرقبة انا دايره ولد. كلام منو اللي بيمشي؟ الشيخ ده اللي اسمه وهاج الصوفي ده، والله هو ده مسجل بصوته، قال الشيخ ذاته ممكن يقلب البيت ولد. قال دي حاجه اسمها قلب الاعيان، الله يقلب عينك. كيف يعني بيتي تقلبها ولد؟ انت على كيفك؟ يا اخي ربنا قال في القران لا تبديل لخلق الله، فار فار، ضب ضب، حمار. هسه الحمار ده ممكن الشيخ يقلبه انت؟ حمار ممكن الشيخ يقلبه فار؟ بعدين الشيخ لو بيقدر بيقلب اليهود ديل، كرهونا ولا ما كرهونا؟ يا اخي ما تقلب لي بناتنا اولاد ولا اولادنا بنات، خليهم زي ما هم، بيت بيت ولد ولد. اقلب لنا اليهود ديل صلاة تروب ولا ما كده؟ ليه الناس بتكذب؟ يكذب على الناس، وكل ما يجيب لك كذبه يقول للناس صلوا على النبي، زيدوا صلاه. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من افضل العبادات، لكن انت محتال. في شيخ في بشر بيقلب لي بيت ولد؟ اهو ده لا انا اسمعك له، وقالوا في الجامع يقلب ولد بيت ولد، قال وقال مستعيد ناظر، جينا قام هرب. تناظر شنو انت؟ اول حاجه قبل المناظره بقول لك اقلبني اي حاجه، دي اول شيء. صحيح ولا ما صحيح؟ مش انتوا بتقلبوا كده وكده ومالكين الكون كله في يدكم؟ ما في مشكله، وبتعلموا الغيب. انت ليه ما علمت الغيب انه احنا جايين هنا ده ونرد عليك؟ ليه ما علمت الحته دي؟ وليه ما علمت انك قلت داير مناظره لما جينا حتخاف وهسه بقت لك فضيحه؟ ليه ما علمت الكلام ده وعملت حسابك؟ يا اخي كذب يا اخي. ربنا قال لله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا. الله بدي ناس بنات، واحد ربنا داير يدي بنات، جوا عينك بنات ما بتقدر تغيرين. ونعمه، نعمه ولا ما نعمه؟ نعمه يا اخي، لكن الناس ما عارفينها. ويهب لمن يشاء الذكور، واحد الله يدي اولاد ونفسه في بيت باي طريقه. او يزوجهم ذكرانا واناثا، واحد ثالث الله بيدي اولاد وبنات ذكرانا واناثا، ذكور واناث. واحد رابع ويجعل من يشاء عقيمة، ما يلد اصلا، يعرز دي يطلق، يعرز يطلق، لما يموت الله ما داير له ولد. اوعك تعلق حجاب
تقول الحجاب ده بيديني جنة. إن ربطت الشيخ الكتب الحجاب جلدته بجلد تيس وعلقته في رقبتك ما بيديك رمادك، لأنه ضعيف يا أخ ما عنده حاجة. الشيخ اللي قال بيديك جنة أو أداك حجاب وقال لك ده حجاب رزق علقه في الدكان أو أجدعه في الزراعة في الحواشة، الشيخ ده ذاته الحجاب باعه لك ولا أداك له ساي، والله قال الحجاب ده ب200 لكن عشان ودي عمه وداني له ب50 جنيه. أو الشيخ محتاج ل50 يديك انت رزق بالملايين، ما لكم كيف تحكمون يا ناس؟ ده شغل بتاع النصر واحتيال على المسلمين. فنازل مسكوا احاديث ما صحيحه، احاديث ضعيفه واخرى باطله مكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام. الرسول ما قال صلى الله عليه وسلم، وخلوا الايات الواضحه في القران الكريم والاحاديث الصحيحه الواضحه. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. الله قال أي زول بيدعو غير الله، الله قال كافر من الكافرين، تاني ما في كلام. أما القصة جاوب على شيخ شهاب إنه ما في شرك، هو كونه زي نوعك ده يجي يقول للناس تستغيثوا بغير الله وتدعوا غير الله وتخلوا الله وتستغيثوا بالشيخ وبأبوه الشيخ وشيخ الطريقة، ده من أكبر الأدلة من الواقع إنه في شرك. هسه اللي بيسوي فيه ده شنو؟ هو ده ما الشرك ذاته. والشرك اللي بينشروه الناس زي الليلة يا جماعة ده أسوأ من شرك أبي لهب وأبي جهل والمشركين الأوائل كلهم. لأن المشركين الأوائل، شوف بالقرآن أنا بكلمك، ربنا قال المشركين الأوائل ديل كانوا في حالة الشدة والضيق بينادوا الله براه وبيزنقوا، وفي حالة الرخاء بينادوا أو اليوم البزعموم صالحين دي وبعضهم صالحين. شوف انت لو نادي الصالح ولا زول كعب برضو أشركت بالله؟ يعني القضية مش انت ناديت صالح ولا ناديت كعب، القضية انك ناديت غير الله، غير الله بقى صالح بقى طالح، ده الشرك ذاته يا ناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ده كلام عربي واضح. إذا سألت فاسأل الله، ده هسه يقول لك نادي غير الله. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوفوا الكلام ده واضح ولا ما واضح، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. أي زول يموت ما يتوب قبل الموت وهو بينادي غير الله، يا فلان يا المكاشف يا فلان يا الكباشي يا البرع يا علان، الرسول قال اللي بيموت على العقيدة دي، ما كلامي ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال دخل النار. في ناس كلام الرسول ما بيرضوه تلقاه يزعل محنبك وزعلان وغضبان من الكلام ده، في نفس الوقت يقول لك والله نحن بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده كذب يا ناس. اذا بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى تسمع كلامه وتطبق اوامره والتعليمات اللي بيديك لها النبي عليه الصلاه والسلام. ما ممكن تغضب من كلام الله وتزعل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما دار تطبقه، ودار تطبق لك كلام ذول جاهل زاكي شماشي، تطبق كلامه وتنسى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنا بحب الرسول، ده مستحيل. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بعدين حتة إنه الشرك، قال الشرك هو إنك تعتقد إنه في إله مع الله أو إله غير الله سبحانه وتعالى. أنا بديك الآن كلام موثق من الكتب، عرفت كلامي؟ من الكتب.
انه في ناس اعتقدوا انه في الهه مع الله عديل وشيوخ الزول ده ذاته الصوفي ده شيوخه ودي الكتب ونحن ما نبزنا زول والله لحد الان لا قلنا هنا على الام زول لا قلنا هنا على الاب قلنا يا جماعه لا قلنا هنا على القبيله قلنا لك ده كلامك انت وده كتابك وده شيخك وين النبيس اذا كان كلام شيوخه كلام كعب وما راضيو الصوفي ده ما انتو ما انتو وما راضيو معناته كلام شيوخه كعب او شينا منكوره ما نحن قلنا ودي الكتب شوف الكلام ده كيف ديل مش ديل ديل مش دعاء غير الله ديل قالوا هم الله ذاته ده كتاب النور البراق في مدح النبي المصداق تعرفوه ولا ما بتعرفوه ده من اشهر الكتب عند الطريقه الختميه اشهر الطرق الصوفيه في البلد دي ينتمي لهم الاوهاج الصوفي ده ذاته ختمي ده كتاب شيخ محمد عثمان المرغني رضي الله عنه ونفعنا به امين و و و الى اخره زي ما مكتوب كده انا قريت الكلام في الصفحه رقم 125 ده الكتاب والكلام ده المدحه بتاعت النور البراق دي اذا عندهم مات الصوفيه اذا عندهم واحد مات صوفي مات ختمي في القبر قبل ما ينزلوا القبر واك 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 لازم يقولوا النشيد ده اول شيء حتى ينزلوه صحيح ولا ما صحيح لو عندهم عرس قبل ما المأذون يعقد واك ويك يكوركو يزعجوا الناس بالليل ده اللي بيقروا شوف الكلام اللي بيقروا ده لانه في ناس بيتطاطعوا مع الموسيقى ساكت مع الاورجن تلقاه ينط صلي على الحبيب وما في حبيب هنا ده كفر بالله الكلام ده ما فيه حبيب يا ناس اسمع الصفحه كم 125 شوف نحن نبذناه قلنا نعلمه ده كلامهم صفحه 125 قال فمن قال لذاك عاش جميع الكون في كنفي ده محمد عثمان المرغني قال الكون كله عاش في كنفه كل الكون لذاك عاش جميع الكون في كنفي فطول طولي واهل الفضل اطفالي انتوا هسه كرمتونا ونعتبركم ناس اصحاب فضل علينا واهل فضل انتوا اطفال لمحمد عثمان المرغني والطول طوله كل الكون ده حقه ما حق الله صفحه كم 125 وليه هم ما يناقشوا الكلام ده بالحجه ليه هم ناس جوطه ومشاكل وما تجي الجامع بتاعنا وانت وهابي يا اخي ناس الكوره يا اخي بيقول لك خلي روحك رياضيه انتوا ما تخلوا روحكم دينيه يا صوفيه قال فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم دار تمشي لأ الله تستفتح باب الله بمنو بالشيخ محمد عثمان المرغني السوداني فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم ويصطفيكم بتقريب وإيصاله لو مشيت لله بمحمد عثمان المرغني شوف ما قال بالرسول ذاته ولا قال بجبريل بس بمحمد عثمان المرغني قال الله بيقبلك طوالي اصطفيك اختارك من دون الناس هسه المسألة السوداني ما قال شكر نفسه منه إبليس شوف الزول ده بشكر نفسه كيف مشى في النهاية قال هو الجليس على العرش ذاته بتاع ربنا الله عديل ده محمد عثمان المرغني قال لسه الكلام جاي قال واستمطروا بي باب الفيض يغمركم بوابل الكرم القدسي في الحال واستمسكوا بعراء لا انفصام له واستوثقوا بمقاليدي واذيالي فمن تمسك بي او حل في حرمي نال المرام بلا ريب واشكال المرام يعني الحاجه الغايه اللي انت درت صلاه اي غايه درت تبقى غنيان درت تخش الجنه درت تمرق من النار عرفتها داير الله يرضى عنك داير تبقى ملياردير داير اي حاجه قال لك شنو تتمسك بمنو ما بي الله بمحمد عثمان المرغني الختم شيخ الطريقه الختميه عشان كده هم بيقول لك نظره يا منو نظره يا منو يا ابو هاشم ليه قال ابو هاشم ده كان كحلك بعينه نظر لك ساكت نظر لك كحلك ساكت ولو من قصاد الطاقه قال انت تبقى من الامنين من عذاب النار من اهل الجنه ده كله دجل وكذب كذب كيف ناس زي ديل ما نتكلم فيهم هسه اذا في حرامي لافي في الحله والناس كلها عارفين انه حرامي بتحذروا منه ولا لا؟ ها؟ حرامي بيسرق غنم بيسرق ذهب بيسرق 2 جنيه بيسرق 2 مليون في النهايه
عفن بتاع دنيا بتحذر منه ولا لا؟ تحذر. زول بيسرق دين الناس وبيسرق عقائد الناس وبيكذب على المسلمين، كيف ما نقول الضاب والزول ده ضال؟ بنقول يا ناس بنقول، شفت كيف؟ وكلام بالوثائق بالكتب اللي ألفوه، مش ألفنا نحن. قال شوف الكلام، قال اوه ده الكلام جاء بعده، قال انا الجليس على العرش المحيط به، المحيط كما احط بالغيب تفصيلا واجمالا. العرش ربنا قال الرحمن على العرش استوى، الله الرحمن. عبد عثمان المرغني قال دانا، وكلمه جليس دي ما عندنا عليها دليل، المهم هو هو اللي قالها. لكن احنا كيف انسان يكون على عرش الرحمن هو ما الله؟ والله يا جماعه لو ما في الا الكلام ده كفايه لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. يا اخي ناس استعبدوا البشر، يا اخي استعبدوا الناس. السيد فلان رضي الله عنه، منو قال لك الله رضى عنك انت؟ عشان انت صوفي يعني؟ الشيخ الكبير، الجماعه يبوسوا لك رعينه، حريم على رجال، حريم على رجال. ادوني البهايم، يجيبوا البهايم والارض، يقطعوا لي الارض، يدوا نص المحصول او كل المحصول، يقول لك ده لي سيدي سيدي. يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام جاوب طلحه الانصاري، قال يا رسول الله قد انزل الله عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب مالي الي بيرحاء، حديقه بتاعت نخل، وكان اغنى زول بتعتمر في المدينه أبو طلحة الأنصار رضي الله عنه، وإني أجعلها في سبيل الله أريد ذخرها وبرها يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بخ بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وفي رواية رايح يعني يروح لك نفعه أجره ثوابه، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. الأقربين قال لي ما غلق بنا، لكن رجع اديها للاقربين، فجعلها في بني عمومته. يجوا جماعه يدوها لشيوخ الصوفيه الليله، يقول لك السيد الخليفه، هو الخليفه المفروض يدوا ولا يدوا؟ خليفه شحات شحات، لكن باساليب راغيه، ما بيجي بقول لك لله يا محسنين زي باقي الشحاتين، بيرسل لك الحيران، او يقول لك البد الشيخ بيخش الجنه، هو الشيخ خشيه؟ هي جنه الاطفال ولا جنه ربنا؟ يا استهبال، شغل بتاع استهبال وكذب كذب. زول قال انا الجليس على العرش المحيط به، تاني بتبقى معاه انت؟ ويجي يكذب للناس، لا في هنا ولا في تنبول ولا في وين ولا في وين، ولا بتبقوا ختميه. هل الرسول كان ختمي؟ سؤال، هل النبي عليه الصلاه والسلام كان ختمي؟ هل كان صوفي؟ طريقته شنو؟ زي واحد قالوا لاقى شيخ من المشايخ دعاة التوحيد زمان، داك شايل نوبة زي الدقوة قبل شوية دي عشان المحاضرة ما تقوم، وقامت خلاص خليك معي. طيب شايل له نوبة كبيرة وبيدق فيها، قام الشيخ، انتبه يا أخي انتبه، أي انتبه، خلاص شوفهم واحد نفرين من برا، شوفهم الباقيين خليكم معي انتبهوا، ما في حاجة. قولوا زور راجل ما بجدع من برا بيجيك جوا، عرفته؟ العذور الراجل ذكر ما بجدع من برا، صحيح ولا ما صحيح؟ هذا ما تخاف منه، زول المراجل ما تخاف منه. طيب شيخ داعيه من دعاة التوحيد لقى واحد صوفي شايل له نوبه كبيره، قال له والله نوبتك دي ما قدر حقه الرسول صلى الله عليه وسلم. الصوفي قال له لكن الرسول ما كان عنده نوبه، قال له طيب انت ساويها ليه؟ انتهى الموضوع وانتهت المناظره. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان صوفي؟ كان تجاني؟ كان قادري؟ كان ختمي؟ كان سماني؟ كان غيره؟ ما في. إذن الطرق دي كلها ضلال وبدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي حاجة في الدين أنا ما كنت عليها وما كنت فيها قال دي مردودة باطلة. انتبه يا خليك قاعد، وفي فينا الشرطة وكده حارسين بعض الله سبحانه وتعالى موجودين، وديل يعني الناس ربنا سبحانه وتعالى وكلهم بالأمن، نسأل الله عز وجل يعني يوفقهم ويساعدهم ويعينهم ويثيبهم خير ويوسع لهم في رزقهم. طيب خليك معي،
فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده طريقة صوفية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن أحدث يعني ابتدع في أمرنا، يعني في ديننا، ما ليس منه فهو رد. العلماء قالوا رد يعني باطل. شفت الأحزاب والطرق دي كلها؟ كلها باطلة، كلها. لا تقول لي صوفي، لا تقول لي أنصار مهدي، لا تقول لي أنصار سنة، لا تقول لي حزب الأخوان المسلمين، لا تقول لي سروري، لا تقول لي غيره. خليك مع القرآن ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بفهم الصحابة تنجو وتدخل الجنة. ولتدار حاجة ثانية، ولتدار حاجة ثانية، ده اللي بيدخلك الجنة. شفت كيف؟ طيب، أيضا من الشبهات اللي جابوها هنا الشيخ جزاه الله خير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. طبعا الوسيلة دي بيقولوا الصوفية إنه دي الشرك، يعني تنادي الشيوخ، تندهم وتدعوهم من دون الله. لا، الوسيلة ما كده، الوسيلة ما كده، الوسيلة دي هي القرب إلى الله بالعمل الصالح. تصلي لله كثير، تصوم لربنا كثير، تغيم الليل، عرفت كيف؟ تبر والدينك وتتقرب بالعبادات دي لله، دي الوسيلة. ابن كثير نقل كلام السلف لمعنى الوسيلة إنه هي التقرب إلى الله بالعمل الصالح، عملك إنت، مش عملي أنا، عملك إنت الصالح. أي زول بعمله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. شفت كيف؟ فتتقرب لله بالعمل الصالح. ابن كثير قال الذكروه السلف ده قال لا خلاف بين المفسرين فيه. أي ما ماشي لهم زول فلق حجر ولا فلق غيره. يا جماعة ده دليل واضح إنه جماعة دي فقدوا شنو؟ المنطق. المنطق. الشيخ ده قدم المحاضرة جزاه الله خير بأسلوب طيب وأسلوب سلس وكلام جميل، والناس سمعت، وكنا منتظرين الشيخ ذات المتهم يجي يرد علينا، نديه والله الميكروفون ونصوره بالكاميرا كمان يحضروا في الصين. وما جاء. تاني في حجة؟ إلا تفلق. والفليق ما بسوي لنا حاجة، لا طوب، هو قنبلة ما بتسوي لنا حاجة، خلي طوب. عرفت كلامي؟ طيب، الحمد لله، والحمد لله الشباب الإخوان من هذا الشرطة موجودين، نسأل الله يوفقهم ويوفقكم جميعا. فده معنى الآية نمرة واحد. نمرة اثنين، آية جدع رقبته، لأنه كده ناس الحلة كلهم عرفوا إنه الصوفي ما عنده يا جماعة حجة، عنده حجر، والحجر ده بيغلب زول؟ ما بيغلب زول، ما في، زي ما قالوا ما في النهاية وما أرجل منكم. لكن إحنا ما دارين مشاكل، إحنا دارين آية ودارين حديث، وده جينا له والله يا جماعة، والله لا جينا ندق زول، لا جينا ننبي الزول، لا نعتدي على زول، جينا نقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة ده اللي محركهم شنو في الكلام ده؟ لأنه حقائق، وكل ما زول يزعل ويفلق وغيره، ناس الغرية ناس عاقلين بيزدادوا يقين وإيمان إنه جماعة دي على باطل، والحق هو في القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تاني من الشبهات برضو جابه، خلاص أنا بشيل من ورقتي، من ورقة الشيخ اللي قدمها جزاه الله خير، قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال أجمع المفسرين إنه تدعون يعني تعبدون. يعني شنو يعني؟ لو فرضنا جدلا يعني شنو يعني؟ يعني دار يطلع إنه الآيات اللي بتقول ما تدعو غير الله دي ما بتتكلم عن الدعاء، دعاء غير الله، تتكلم عن عبادة غير الله، يعني يجوز تدعو غير الله وتشرك بالله. أيوة. طيب لو قلنا إن الذين تدعون يعني تعبدون، معلومة صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الدعاء هو شنو؟ العبادة. إذا تدعون يعني تعبدون، تعبدون يعني تدعون، لأن الدعاء هو العبادة، والعبادة هي شنو؟ الدعاء. فالصرف الدعاء لغير الله عبد غير الله، والصرف لله عبد الله، والعبد غير الله دعا غير الله، والعبد الله دعا الله. موضوع انتهى في شنو يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سنن الترمذي قال الدعاء هو العبادة، انتهى الموضوع. عشان كده الصوفي ده بيجي، لأنه لو جاء كان حاله بيتكشف، والآن حاله اتكشف والحمد لله رب العالمين، أكثر مما كان يجي ذاته. نمرة ثلاثة، قال في حديث قال إنه في رجل أعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، وقال يا محمد، وهو قطع الحديث. أول حاجة الرجل الأعمى
جميم بيته وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري. قال له ادعو منه؟ الله. الله ما ممكن تجيب حديث بتاع رجل صحابي جليل قال للنبي ادعو لي الله 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 مش ادعوك انت، ادعو لي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يرجع لي بصري وشوفي تاني. انت تقول ده فيه جواز انك تدعو غير الله، والرجل الاعمى ما جاء من البيت الا عشان يقول للرسول ادعو لي الله. يا جماعه ما ممكن. اما الكلمه جابها صلى الله عليه وسلم، اما الكلمه جابها قال الرجل قال يا محمد، قال ده يا النداء معناته نادى غير الله، نادى محمد وما نادى الله، كذبته لانه محمد قاعد قدامه. هسه انت منو؟ عبد الله. يا عبد الله كيف الحال؟ يا عبد الله كيف الحال؟ اشركت انا؟ ما هو اسمه عبد الله وده قاعد قدامه، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدامه وقال له يا محمد ادعو الله لي ونشرك. يا ناس الناس ما يبقوا مجارمه، عرفته؟ بعد ذاك هو النبي صلى الله عليه وسلم رفع يدين ولا الله ودعا له وربنا رد له ورجع له بصره، رد له بصره. يا اخي وين الشرك؟ زول جا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لي الله، يطلع الصوفي ده انه اشرك بالله يطلع الصحابه مشركين؟ كذب. ودجل يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل قال له ما شاء الله وشئت، الكلمه دي كلمه خطا. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال له اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. كيف يخلي زول ثاني يشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يأيده؟ دار يطلع النبي نفسه أيد الشرك. ده كلام الصوفي ده؟ أعوذ بالله من هذا الكلام البذيء الفاحش. طيب بعد ذاك قال الإمام أحمد حج خمس حجج، مش كده؟ حج خمس حجج وضل في الطريق وقال يا عباد الله دلوني. روي الكلام ده عن الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد قال يا عباد الله دلوني. عباد الله ذي المنو؟ الإمام أحمد كان بصحيح حديث إنه صحيح عنده، كان عند الإمام أحمد ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث ابن عباس عند البزار قال إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض، اسمع الحديث كويس، يكتبون ما يسقط من ورق الشجر. يعني أي مكان قال ربنا عنده شنو؟ ملائكة. الملائكة ديل غير الملك الموكل بالوحي جبريل، والموكل بنزول المطر منو؟ ميكائيل، والموكل بقبض الأرواح ملك الموت، ما اسمه عزرائيل، ما صح ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ديل قال ملائكة موكلين إنه يكتبوا أي ورقة واحدة صفقة بتاع الشجرة وقعت يكتبوها، يعني منتشرين في الأرض. فالإمام أحمد كان الحديث صحيح عنده، فلما قال ضل كما رويت في الرواية فقال يا عباد الله لذيل ملائكة حاضرين موجودين في منتشرين دلوني على الطريق. وده استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وده ما شرك. ده كان فهم الإمام أحمد بن حنبل كده، مش زي فهم الصوفية الليلة ينادي غير الله ويكفر بالله ويقول يا فلان نزل لنا المطر، يا فلان تدينا الجنة، يا فلان تعلم لنا الغيب، ده شرك. لأنه المطر والولد ده كله عند ربنا وما يقدر عليه إلا ربنا. لو بقى ولي عنده 10 إضنين و15 عيون و82 نخرة ما يقدر ينزل مطر أبدا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. عرفت كلامي؟ ده كده الكلام، الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. ذو القرنين قال شنو؟ قال فاعينوني بقوة، ما في مشكلة. الآن أنا بقول لك يا فلان جيب لي كوز موية باردة تكون، شرك؟ ما شرك. العربية بتاعتي وحلت في الطين ده، أراح لزوا معانا يا جماعة، يا جماعة لزوا، دي استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه شنو يا جماعة؟ المخلوق ده ما في زول عاقل قال إنه ده كفر ولا حرام ولا شرك، ده حلال واي زول فينا بيقوله صحيح ولا ما صحيح. فده قالوا الفعل الامام احمد، عرفته؟ لكن الصوفيه اللي لا مش كده، الصوفيه بينادوا غير الله ويدعوا غير الله ويستغيثوا بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. ودي الكتب موجوده، واحد يقول لك بناديهم في كل قضيه بناديهم، حيين
ميتين بناديهم، جملة وفرادي بنادي سيادي في الليلة الهادي. وإسماعيل بتاع كردفان عنده قبر مدفون مبني فيه قبة، دي حقيقة ولا ما حقيقة؟ حقيقة. ونحن بنتكلم بالحقائق وبالوثائق، والحمد لله لا سينا لا زول ولا شيء من الكتاب ومن الحقائق. قال البرعي قال إنّاب خطب في البلاد نزيل، إذا حصلت مصيبة قال في البلد أو أمر عظيم قال قل يا ولي الله إسماعيل. دمروا قال ما نحن دل ما نحن، قال نادي الزول ده وخلي الله، إذا حصل مصيبة قال نادي ده وخلي الله. والمشركين الزمان ناس أبو جهل وأبو لهب كان إذا حصلت لهم مصيبة بنادوا الله براو. ربنا قال عن الكفار فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما نركبوا السفينة في البحر دارين يغرقوا بيقولوا يا الله براو نجينا من الغرق، الله بنجيهم يخطوا قراهم في القيفة بيقوا في سلام وأمان، يقول يا شيخ فلان ويا حاج فلان ويا سيدي فلان. إذا هم يشركون فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ربنا قال كذا وده كلام واضح مع كلام ربنا تاني ما في كلام. هنا قال لك إذا حصل مصيبة في البلد ما تنادي الله ذاته، نادي إسماعيل. إسماعيل ده قبته ربنا جاب لها هوا ولا مطر قبل أيام قريبة، اتكسرت طوبة طوبة والناس كلها شافوها في الصور في النت وفي وسائل الإعلام كلها ساحت. الجماعة الصوفية شافوها شينا هادي نحلها كيف، نحن قلنا الناس خلوا الله ونادوا إسماعيل واسي قبة إسماعيل ذات اتفرتكت فوق راسه هادي يحلوها كيف. قالوا لا لا لا، قالوا الشيخ إسماعيل ذا أصلا شاف الفساد كثير وقام أدى القبة شلوت فارتقى وهو ميت، فارتقى ميت له أكثر من 110 سنة، فارتقى وخش بيت تحت الواطة سنبق بتحت ومرق في المدينة النبوية ومشى رحل هناك. يا جماعة ده ما إجرام وكذب، زي في قبة هناك في جنوب الخرطوم شفتها بعيني دي، الله رسل لها صاقعة من السماء. جماعة المرة اللي ما بتلدي كان بودوها القبة تدردك في القبة. الا الا الراجل الدار له قريشات ما لاقي رزق واسع يمشي يسف له تراب تجيه حصوه لما يموت. المهم كله عباده بيصرفوها للقبه دي بدل ما يمشوا لي الله بيمشوا للقبه الا من رحم الله من الناس هناك. ربنا رسل لها صاقعه في المطر من السماء، ربنا فارتقى طوبه 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 طوبه، والشجره الجنبها اتحرقت بقت فحم فحمه فحمه، وفي ناس كتار شافوها فحمه. الجماعة اللي كانوا حارسين القبة ما في ناس ماسكين المفتاح وكان بيملصوا ذهبات النسوان اللي بيجن يزورا وبياكلوا التيوس بتاعين الزائرين، تيجي تربو التيس تلقى الحوار بلعوا شب بيضا ابو ذاته بيبلعوا الصوف، عرفته؟ مع صوفي عرفته؟ الجماعة ذي قال والله يا اخي الشغلة دي كده بعد شوية الناس بيمشوا لله عديل وبيخلوا الشيخ اها نعمل شنو لابد نلحق الشغلة دي سريع سريع. قالوا الصاقعة دي اصلا كانت واقعة في الحلة لكن الشيخ فدى ناس الحلة وجراها جابها في القبة بتاعته اتفرتقت عشان ناس الحلة ما يموتوا. يا ناس يا أيها الناس ده والله شرك وده جل خرافة حتى عند المشركين الأوائل، هم مشركين الأوائل لكن ما حصلوا قدر. يا أخي الناس يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل، وده كله دجل جابوها أمثال ده وغيره من دعاة الضلال من الباطل برضو جابوا. قال الصحابة في معركة اليمامة قالوا يا محمد، وانا بستغرب والله زول زعلان من كلامنا ده وردنا على الصوفي ده زعلان، طيب الصوفي ده ما كان بيبرطي عليه كم يوم في زول ساله زي ما هو تكلم، نحن برضه جينا يا جماعه نتكلم ونحن لا جينا ضربنا ولا حاجه، جينا نتكلم بالايه والحديث، ليه كلامنا بقى حار؟ لانه ده الحق. عشان كده ابو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم وصاني سبع حاجات، قال وصاني ان اصل رحمي وأن أقول الحق ولو كان مرا، الحق ده مر مرات بكل الناس. قال الصحابة في غزوة اليمامة ده الصوفي ده زاد الختم ده، قال في غزوة اليمامة كان شعارهم يا محمد، وكان قال كلهم بكوركو بصوت واحد يا محمد لحد ما الواطة اهتزت تقول كان معاهم يا مولانا. أول حاجة ما يا محمد كان بيقول وا محمد
دي أول شيء. قول كان بيقولوا يا محمد الاثنين يا وواء. هنا العلماء قالوا ده للندبة، وابن مالك في الألفية حقته عقد فصل للمندوب المنادى المندوب، وهو المنادى وهو الاسم المتفجع عليه أو المتوجع لأجله. فالشعار لمن يرفع في المعركة وإسلاماه أو ومحمداه أو ومعتصماه، كان حاكم في زمن من الأزمان، يعني هلموا إلى نصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم. مش معناته يا محمد أنصرنا من دون الله، أو نستغيث بك، أو نزل لنا المطر، أو الدين الجنة، أو أنصرنا على الأعداء، لأن ربنا قال ومن نصر إلا من عند الله، إلا من عند الله بس، عرفته؟ فوا محمدا دي ندبة. عشان كده ابن كثير وغيره لما جابوا القصة دي إن صحت، بعض العلماء قالوا ضعيفة، لكن إن صح ذاته قالوا الصحابة اتخذوا هذا شعارا مش دعاء. الصوفي الكذاب قال لا لا دعاء، قالوا يا محمد لا ده شعار إن صحت القصة، شعار زي الآن النازر قاتل اليهود يرفعوا العلم يقولوا وإسلاماه، يعني شنو؟ يعني تعالوا أنصروا شنو؟ الإسلام. ومحمد تعال أنصروا دين منو؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم. داري يطلع الصحابة مشركين آخر الزمن. طيب وفي نفس الوقت يستدل بالحديث لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للصحابة وخاص بهم، قال لهم أنتوا بالذات ما حتشركوا بعدي. شفت كيف؟ ده داري يطلعهم مشركين. قال قلب البيت ولد، قال دي اسم مسألة قلب الأعيان. وقال قال الشيخ لما الطيب البشير قال جاوبوا له، قال واحد جاء عنده ستة بنات، هو ذكر القصة، وقال قال لي جيب بيت واحدة فيهم، جابها، قال يا الله أقلبها ولد، قال قلبت ولد، ما كان عندنا معاك مشكلة لو قال يا الله، لكن الكتاب موجود. قال شنو؟ كتاب لك سلام مني، ما قال يا الله. الشيخ قال مسح بيده على الفتاة، الراجل جاب بيته للشيخ، الشيخ الصوفي بيده مسح البيت من راسه لرجلينا. هسه ده بيجوز يا جماعة؟ عليك الله تودي بيتك لشيخ يمسحها بيده؟ ده بيجوز؟ يدلقها بيده من فوق ليه تحت؟ ده بيجوز؟ لا راجلة لا عاقد عليها لا أخوها ودمها وأبوها لا رضع معاها، يده تنقطع. قال مسح من فوق ليه تحت، وقال كوني ذكرا، قال فقلبت ذكرا، انتبه معي، فقلبت ذكرا من حينها، قلبت ذكرا من حينها. قال وقد عاش ذلك الولد، يا ولد الهسة كان بيت قبل ثانية ده، قال عاش ذلك الولد نحو من كم 55 سنة ومات بعد ذلك، وخلف بعده ولدا يدعى بورد، بيت قلبها ولد وعرست بيت ثانية وحملت ولدت ولد ثاني. فيلم كرتون بيحصل زي ده؟ كلام باطل وكلام كذب يا أخي. يا أخي ربنا قال لا تبديل لخلق الله، الناس المزعلهم شنو؟ كلام الله؟ الله قال لا تبديل لخلق الله، كلام الله ولا كلام وهاج الصوفي؟ الله ربنا قال لا تبديل لخلق الله. هسا أنا ولد خليه الصوفي ده يقلبنا أي حاجة، مش زعيل وكلامي، بل قال لهم في التلفون أخواننا سجلوه، قال له تعال المناظرة، قال ما جاي أبيت في شنو؟ قال الزول ده كافر، أنا ده أنا مش كافر، تعال أقلبني حمار، أقلبني أي حاجة، أقلبني أي حاجة، أقلبني معاك صوفي، والله هسا أشيل نوبة وإبريك فيه 3 كيلو طحالب ونرقص هنا ده للصباح. أصله لو كان دينك ده صحيح وبتقدر تقلبني فده كلام باطل وكذب يا أخي، تقلب شنو؟ والله أنت قول راسة في الساج ما تقلبها، تقلب ليك بيت ولد، ولد بيت، على كيفك على كيفك، الله خلق بيت تقلبه ولد كيف؟ قال الدليل إنه على قلب الأعيان، قال وقلب الأعيان ده شنو يعني؟ ورد وين؟ قال الدليل إنه موسى قال قلب العصا، موسى قلبه ولا الله قلبه؟ الله قلبه، ربنا قلبها، ما موسى عليه السلام، ربنا قال لي ألقيها وألقاها بقت حية، ربنا البقاها مش موسى عليه، ده واحد. اثنين ربنا ما بقاها لأبوك الشيخ المرغني ولا البرعي ولا غيره، ربنا بقاها لرسول ونبي من أولي العزم الخمسة من الرسل، وهو كليم الله وكلم الله موسى تكليما.
وربنا قال عن موسى وكان عند الله وجيها. تغارن شيخك بموسى عليه السلام؟ ده ما كذب واحتيال على الناس؟ ده احتيال. هسه ناس الشرطة ديل لو أنا ده مشيت لي بيستلي كاكي وأنا ما تدربت وتعبت معاهم وعرقت بالعرق اللي عرقوه وقلت بس أنا شرطي بيقبضوني ولا ما بيقبضوني؟ يقول لك انتحال شنو؟ شخصية. ده وهاج الصوفي ده داري ينتحل شخصية بتاعت رسول ونبي ونبي رسول ونبي يمتحن شخصية بتاعت رسول ونبي. قالوا الشيخ هاي بيقلب يقلب وينه؟ وين البيت القلب هذه؟ وينه؟ يقول لك لا أنت ما بتشوفه ويشوف الشيخ كذب وكله ده جل ساكت زي في المولد الختمية ذاته عندهم الخيمة في المولد وبيقفوا فجأة كده على حلو مرحبا بالمصطفى يجيبوا صفين وخدت لهم طش فيه مويه ومنديل ابيض وكرسي وينه؟ يقول لك ده المصطفى جا مصطفى ياتو يقول لك المصطفى ده ما شايفينه يقول لك لا لا ما بشوفه يزول بشوفه الشيخ حسنا مش كذب يا ناس. ولما يقيموا صلاه المغرب في الخيمه بتاعتهم ذات الصوفيه يقدموا ابوك الشيخ دي ما قله ادب الرسول قاعد يصلي الشيخ كيف؟ ولما نجيبوا الاكل الشيخ يضرب اللحمه ويدي جماعه الدغمه والعصيده الناشفه والرسول لا ادوه لحمه لا ادوه عصيده ناشفه دي ما قله ادب كذب. والصوفي ذاته لما الله يرزقه 40 مليون يقول لك ماشي الحج ازور قبر الرسول. انت ما قلت قاعد في خيمه الختميه في المولد في مولد الخليفه في ام درمان كيف ماشي في المدينه تقول قاعد في القبر؟ هسه ده كذب ولا ما كذب؟ ويقول لك لا لا عندنا الحضرة النبوية الرسول جانا في حلفة في الخرطوم في الجولد في اللبيب في سنار في الشمال في الوسط. طيب انتوا ما قلتوا في القبر وماشيين تزوروا؟ ولو بقى معاك لو بقى في القبر لو بقى معاك هنا يبقى حي؟ والصحابة لما دفنوه معناته دفنوه حي؟ وده اتهام منكم للصحابة بالكذب والباطل انه الصحابة دفنوا الرسول حي وقتلوا حي. ده اتهام منهم. عشان كده زول ده هرب ما اياه لانه كان بالجهجة لانه كلام ده العقل ما بصدق العقل والله ما يصدق كلام الصوفية ده. يا ناس في زول اله مع الله؟ لا. ودي الكتب يا اخي ده قال ده شيخ القادر يفتح صفحه 64 والكتاب ده من الدار السودانيه للكتب وقعد نقوله في اي مكان في التلفزيون لما يجيبونا قاعد نقوله مذيع يقول عفوا نخرج الى فاصل بخليه يخرج وباجي خاش له ثاني وده الكتاب. طيب الله اكبر قال أنا العاشق المعشوق في كل مضمري أنا السامع المسموع في كل نعمتي. ده شيخ الطريقة تكلم عن نفسه. قال أنا الواحد. الواحد منو؟ قل هو الله أحد. لا 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 إيش الصوفية قالوا نحن شيخ الطريقة هو الواحد ما الله. أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وانما اتى الاذن كيما يعرفون طريقتي. قال انا لسه ما افتخرت لكن انا الواحد ذاته انا الله لكن لسه ما افتخرته. يعني قال القول ده بتواضع او ده الكتاب في الدار السودانيه للكتب الطابق الاول الناحيه الغربيه الرف الثاني من تحت. ثاني اسوي لك شنو انا؟ طبعته انا برضه؟ طبعته انا؟ ده الكلام. بعد ذاك قال شنو؟ قال عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة ده رسول وموسى رسول ودي معجزات لرسل ولأنبياء. أنا والله بستغرب زول يقارن معجزات الرسل بشيوخ تعنى البخرة والمحاية بخرة. زول راس ماله في الدنيا دي بيكتب بخرات بخرات مرة ما ابتلت هاكي 52 بخرة انت ما عندك شنو ما جاك عريس هاكي 82 بخرة. ده يساوي الرسل يساوي عيسى عليه السلام. وبعدين عيسى وموسى والأنبياء الله ادهم معجزات. يعني شنو معجزة؟ كلمة معجزة بتفهمك شنو؟ إنه ما في أحد غيرهم بيقدر يجيبه بتعجز. لو دار تعمل زيها أنت عاجز وضعيف وما بتقدر لأنه دي الله 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 أداها اليوم بتعجزك أنت. يجي ده يقول لك شيوخنا بيقلبوا البيت ولد لأنه موسى قلب العصا. ده كذب أول حاجة. ودي الأنبياء ودي الرسل ودي معجزات ما ممكن تبقى لشيوخك ديل أبدا. أما الكرامة في كرامات لكن الكرامات للأولياء وديل ما أولياء قطع الشك. ديل واحد فيهم ولي ما في. ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني الولي عنده صفتين. الصفة الأولى الإيمان. الصفة الثانية شنو؟ التقوى. مش كده ولا ما كده؟ التقوى.
زول عنده كفر بيقول أنا الجليس على العرش زي ما قالنا قبل شوية، ويقول كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، وده كفر لأنه ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، الغيب ده إلا ربنا بس يعلم. زول عنده كفر ما ممكن يكون ولي لله، لأنه له مؤمن وله متقي. ربنا قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ربنا نفى عنهم صفة شنو؟ الإيمان. الآية البعدية نفى عنهم صفة التقوى، قال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، نفى عنهم صفة شنو؟ التقوى. الآية القبلية صفة شنو؟ الإيمان. يبقى ما ممكن زول عنده كفر يقول أنا الله وأنا الجليس على العرش وأنا وأنا وأنا، لا يمكن يكون مؤمن متقي. وطالما ما مؤمن ولا متقي ما ممكن يبقى لي الله ولي، انتهى. بالتالي ما ممكن يكون عندك كرامات، لكن عندك سحر. انتبه للحتة دي. ممكن تمشي لشيخ طريقة أول ما تخش يقول لك اسمع أنت محمد ود أحمد، تتخلق ألا إنه ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده ما هو، ده شغال مع إبليس. وين الآية اللي بتدل ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون؟ وهناك ربنا قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ده من أولياء الشيطان، من الجنود بتاع حزب الشيطان، عنده سحر. ما زي سحرة فرعون قبل ما يؤمنوا الحبال والعصي لما انجدعوها خيل للناس إنها شنو؟ حياة وثعابين، لكن هي في الحقيقة حبال وعصي، لكن سحر أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وده الحاصل الليلة عند الشيوخ ديل، تمشي يقول للبريك تعال، البريك تن 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 يجي تنقز، انت طوال تقول لا ولي امشي اجيب له البهايم، ولي بتاع شنو يا اخي؟ ده بتاع شيطان. او يقول لك القبر الفلاني طلع منه مويه، ده اما في ماسوره ضربت تحت كانت قديمه، واما واحد واحد قال يمكن عصره جوا، واما انه شنو يا جماعه؟ انه ده شيطان، شيطان شيطان بيجي هنا تر يطلع مويه. صنم العزة ده شنو؟ أفرأيتم اللاتة والعزة ده كان شنو؟ نحن ما التاريخ ده بعلمنا. صنم العزة ده النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة رسل خالد بن الوليد قال له هدم الصنم ده، وده أكبر صنم كان بتعبده قريش العزة. عشان كده أبو سفيان في أحد قال لنا العزة ولا عزة لكم، افتخر بالصنم ده. ليه؟ لأنه قالوا ده أكبر صنم كان تعبده العرب، أكبر صنم. النبي صلى الله عليه وسلم رسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال له كسره، وكان شجر وجنبه بنية يا قبة يعني بنية وعلى ستور. فخالد بن الوليد مشى قطع الشجر وكسر الشغل ده كله، جراجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هدمتها لسه. رجع لقى مرة عريانة مرة واحدة وفك شعره وبتصرخ كريهة جدا جدا وقبيحة. خالد بن الوليد قطع نصين كت، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له تلك العزة الآن هدمتها. قالوا دي كان الشيطان قاعد جوا الشجر ده، لما المشركين يجوا بيكورك لهم من جوا يقولوا اوه ده خلاص إله، لأنه بيتكلم وده شيطان. فديل برضه يطلع لهم مويه، يطلع لهم زبادي، في النهاية شيطان شيطان. فأنت ما تتوهم بالكلام. بعد ذاك هنا الشيخ رسل برضه الورقة قال نريد شرحا لقوله تعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالوا دي دليل على إنه شيوخ بده جنى. وطبعا الشرطة دونت بلاغ، ورغم البلاغ موجود قبضت في الطائف، ولو وين كان هسه الأسبوع ده ذاته قبض الشيخ دجال لام من نسوين في شقة في الخرطوم، شفت كيف؟ في الأسري لامي النسوين في شقة وبيزنبين حسب ما قالت الشرطة يمارس الدعارة بحجة قال إنه بيديهم الجنة. هم أصلا مرة جابوها لواحد راجل وقالوا ما ولدت، يعني هيعمل لها شنو؟ كلكلة يعني؟ ما لازم يكون في كلام تاني. ف
فالشرطة جزاء الله خير قبضوا كرب ودوه بالنساوين وملابس داخلية قالوا بتاعت نساوين ساقوه حشروه جوا لحد الآن قاعد نسأل الله ما يفيد كل يوم القيامة. ده النتيجة يا جماعة، دي النتيجة، لأنه ما ممكن زول قاعد في الظل وضارب دخن وكذا وكذا واحد بليد يسوق مرته ويسلمها له، ما ممكن يا ناس، لا يمكن، بل عقول كده يا أخي، الزول ما يبقى مشرك ويبقى خايف في نفس الوقت. خلاص؟ زي واحدين والله العظيم جت واحدين بينادوا ست مريم ماتت لها سنين عشرات السنين، بدل ما ينادوا الله بينادوا لهم مرة يا فلان ادينا، وهي ماتت ما قادرة تدي روح الروح، ماتت. واحد مجنون قابلهم قال لهم انتم مشركين وخايبين تنادوا مرة كمان؟ ففي ناس عندهم اشياء غريبة، والمشرك دائما ما عنده مخ، ما عنده مخ، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين، الله اداهم عيون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. شوف الآيات دي كلها، بعد تلقى واحد جايط هو وداري يفلك يا أخي، الله قال ما بزول بيعلم الغيب، انت زعلان ليه؟ انت نحن قلنا بنعلم، نحن لو قلنا شيخك ما بيعلم، لكن انا بعلم الغيب او انا اله مع الله، كان انت تزعل تقول لي ليش معنى، لكن انا بقول لك لا انا لا انت لا ابوك الشيخ الله براه، انت زعلان ليه؟ والله يا جماعه الكلام ده بالراحه بالعقل، المفروض انت ما تزعل، مستحيل تزعل من الكلام ده. فده كله كلام باطل وكلام فارغ اختصارا للزمن. طيب، لأهب لك غلاما زكيا، في قراءة الدوري ليهب لك، إنما أنا رسول ربك ليهب، منو يهب؟ ربك لك غلاما زكيا، فالله اللي بده غلام ما هو، أما جبريل في القراءة دي قال لأهب لأنه قال رسول ربك، والرسول المرسل هسه بده يدور رسله، قال الجواب ده ودي لي خالك في القرية الثانية، مش وصل الجواب، معناته الجواب ده كتبه هو اللي هو مرسل به بس، مرسل به. فكذلك جبريل عليه السلام ربنا رسله عشان يهب لمريم الغلام، وهو ذاته نفخ بس، وربنا سبحانه وتعالى جعل شنو يا جماعه؟ جعل هذا الغلام، ده المعنى، عشان كده قال رسول ربك. ها؟ نعم، ربنا قال: فأرسلنا إليها روحنا، وغيرها من الآيات. طيب، وطبعا دي آية صح قرآنية ما فيها شك، لكن اللي بيشرحوها لك غلط عشان يسوقوا النساوين ويودوهم للشيخ، وده كلام فارغ وباطل ساكت يا أخي. قال: نريد شرحا لقوله تعالى، دي شرحناه، ألا إن أولياء الله في الحديث القدسي من عادى لي وليا إلى آخر الحديث، ده في آخره هم بيكذبوا على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. قالوا معناته بيسمع زي الله وبيشوف زي الله، ده معقول؟ هسه أشبه الله منه؟ مش قالوا نحن مشبهين؟ عسى المشبه منه؟ زول فسر الحديث ده قالوا الولي شيخهم شيخ الطريقة بيسمع زي الله واحد، قل لك لحق بعيد من هنا، ده تناديه في الصين بيلحقك طوالي، بيلحقك. يبقى هم شبهوا الله بالمخلوق، ده أول مسألة، هم المشبهة والمجسمة، ما نحن دي واحد. اثنين، معنى الحديث ابن حجر شرحه، قال يعني ربنا يوفق الزول الصالح الولي الموحد اللي بيعبد الله ده، إنه ما يسمع إلا فيما يرضي الله، وما يرى إلا ما يرضي الله، ما ينظر للحرام، وإذا نظر ربنا يوفقه للتوبة ويغفر له، وهكذا يده وهكذا شنو؟ رجله ما يستخدم إلا في الخير والحلال، ده الموضوع. نعم، جزاكم الله خير، لأن المحاضرة طولت ونقاط كثيرة أنا خليتها بديت فيها وخليتها لأنه الزمن ضيق ونحن على سفر. ونشكر الجميع على حسن الاستماع، وأهل الدار وأهل القرية وكذلك رجال الشرطة، بارك الله فيكم. عائلة لك، كفاكم كفاكم، خليه لو زول جاوب معلش نجاوب إن شاء الله، كفاكم. فرصة للأسئلة يا شيخ. كويس، لا أخافوا، أي كويس، لا أخافوا أن عليكم أن تشركوا بعدي. العلماء قالوا ده مقصود به الصحابة فقط، والقول الثاني العلماء قالوا إنه كل الأمة ما بتشرك، كلها جد كده ما بتشرك، لكن ممكن جزء كبير منها يشرك، لكن كلها ما بتشرك، لأنه الأمة فيها شنو يا جماعة؟ فيها خير في النهاية. أي نعم.
العبادة بس هي الصلاة والزكاة والصوم مفهوم العبادة. العبادة مفهومة واسعة يا جماعة. أو أهم شيء قبل الصلاة والصيام والزكاة والحج التوحيد والعقيدة، دي أهم حاجة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم بالصلاة. يعني لو ما أطاعوا للتوحيد ما تعلمهم شنو؟ الصلاة. لأنه أنت بتصلي لمنو؟ لله. لو تعرف الله أول عشان تصلي له كويس. بتصوم لمنو؟ بتزكي، بتحج لمنو؟ لله. لابد تعرف الله عشان تحج له وتصوم له كويس. فأول شيء هو زي كلامنا ذي العقيدة والتوحيد. وصح الكلام قد يكون حار، لكن يا جماعة هذا الحق. وانت قال النبي صلى الله عليه وسلم شاكلوا ليه؟ ما ده سؤال. شاكلوا اجل الكلام ده ذات. في كلام ما بيعمل مشاكل، نحن بنعرفه. ممكن نجي نقول للناس يا جماعة وكلام من الدين، لكن ما أساس الدين زي التوحيد. توحيد الأساس ذاته، وبدون توحيد ما في دين ذاته. ممكن نجي نتكلم عن الناس عن قيام الليل والصدقة على المسكين وإطعام المساكين، ده كلام طيب ولا ما طيب؟ طيب من الدين وما بيختلفوا فيه. لو جزوا النصراني لا بالصليب بقول لك والله كلامكم سمح. لكن لما نقول للناس اعبدوا الله براو، والشيخ الفلاني ده ما الله، ده ما الله، الله براو، وشيخ فلان ده ما بيعلم الغيب، ربنا براو اللي بيعلم، هنا المشكلة بتقوم. ليه؟ لأنه انت هبشت المكنة دي. دي المكنة دي العقيدة، ده الدينامو اللي بيدور الجسد ذاته، ده هو. ليه؟ لأنه الكلام فيه تلقاه أحرى كلام، أحرى كلام، لكن ده الحق. وشوف لو قابلت ربنا بتوحيد وما أشركت بالله، لا لابس لك تميمة حجاب، يعني حجاب ده شرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. وما بتدعو غير الله، ما بتتوكل، ما بتحلف بغير الله، ما بتحلف بالشيخ. عقيدتك كلها في ربنا، في ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يغفر لك أي ذنب أنت جيت له به. قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بس ما تشرك بالله يا جماعة. ودي خلاصة الموضوع، ودي خلاصة المشكلة ذات الناس جايطين فيها، وفي كل مكان مشاكل في الموضوع ده. ولو الموضوع ده كعبة اللي ورونا، كونك تلتجئ لله براو وتستغيث بربنا براو وتدعو الله براو، ده إذا كان كعب اللي ورونا دي موضوعنا. والله ما عندنا موضوع غيره، ده الموضوع. لا حصل نزلنا انتخابات، لا حصل قلنا للناس رشحونا، لا قلنا للناس ادونا مال، نحن قلنا للناس وحدوا الله، ده الموضوع. وده اللي بيزعل الناس إلا العاقلين زيكم، لكن بيزعل كثير من الناس. واحد اول ما تيجي تحن بيقول لك اوه ده اللي بينبذ الاولياء. ما نبذنا اولياء، هو ده الماولي، لكن ما نبذنا اولياء، ما نبذنا اولياء. في الاسراء والمعراج الرسول راى ربه بام عينه. طيب في المعراج قالوا، اختلفوا السلف انه هل النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه يعني بعينه، والراجح انه ما راه. لانه لما سئل في حديث ابن عباس: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور أنا أراه، أنا أراه، يعني ما رأى ربه سبحانه وتعالى بعينه. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه بعينه عليه الصلاة والسلام. فده الحاصل، يعني دي الخلاصة. لا لا لا، لأنه فاتح الكتاب دجال ومشعوذ، وفي مادة الآن في القانون السوداني ده الدجل وشنو؟ والشعوذة. وده في السنة في الدين بيسمى الكاهن والعراف. زول بيعمل فيها بيفتح الكتاب بعلم الغيب أو بيجيب الرائحة أو بيقول الذهب الرائحة أنا بعرفه أو إلى آخره، ده كفر بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكاهن والعراف ده ست الودع، والرمالي، والقلب يفتح الكتاب، والعامل فيها بيجيب الرائحة وبيجيب المسروق وبيوريك بيحصل لك شنو بكرة، ده هو الكاهن والعراف. إذا مشيت طيب وما صدقته، إذا صدق قال كفر، إذا ما صدق زول مشى ساي وما صدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. ده اللي بيمشي وما بصدقه.
ايوه اللي بوريك اسم امك او بيسالك من اسم امك ده السحرة وكهانة وعرافين ده زول ساحر والسحر هم بيعملوه عباد القبور على الطرق دي ذات انت قلبي سوي يا شيخ ده جاوبنا عليه سميه ايه ما سميها معجزه سميها ايه ربنا سماها ايه خلاص الاسم ما مشكله كويس هل يجوز أن نصلي وراء التميمة؟ التمائم شرك يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتمائم على الحجبات. وليه النبي صلى الله عليه وسلم سماها شرك الحجبات والتمائم؟ ليه؟ قالوا لأنه اللي بيلبس حجاب بيلبسه إما لجلب نفع يقول لك ده بيجيب لي رزق بيعمل لي بيسوي لي أو لدفع ضر يقول لك ده من السلاح أو من البنية أو من العقرب أو من غيره أو من الحرامي أو من العارب وربنا قال جلب النفع ودفع الضر كله بيد الله ما بيد الفقيه ولا الحجاب ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده نعم ما صلي ذول عنده شركيات يعني يعتقد انه غير الله بيعلم الغيب او بيكتب الحجبات اللي عرفنا انه شرك زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم او بيلبسها او بيستغيث بغير الله او بيدعي انه غير الله بيخلق ده ما بيجوز اصلي وراه لكن اي زول مسلم ثاني ما عنده عقيده شركيه صلي وراه زول مستور الحال انت ما عارف عقيدته شنو مريت لقيت جامع ما تقول كدن امتحن الامام ده عقيدته كويسه ولا كعبه ده من البدع ذاته تصلي وراه طوالي لانه ده مستور الحال فهمتوا الحته دي يا جماعه لكن لو زول صرح بشرك قال غير الله بيخلق ده شرك ولا ما شرك شرك او قال الحجاب بيجيب او لبس حجاب او كتبه او بتاع فتح كتاب او عامل فيها بعلم الغيب او 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 الى اخره ده شنو يا جماعه ده ما بيجوز تصلي وراه لانه ده شرك بالله اما العلاج من القران ما في مشكله العلاج من القران زور قالوا له قران الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ده ما قران ما في مشكلة عرفتوا دي رقية من القرآن لكن مجرد ما دخل فيها بخرات وكتابة وهمهمة وشغل بتاع شياطين حتى لو فيه جزء قرآن وجزء تاني بتاع شياطين ده زول دجال ومشعوذ عرفتوا كيف يا جماعة؟ نعم والأفضل الزول حتى القرآن الأفضل تقرأ لروحك براك أو حتى لو عندك مرة في البيت زوجتك بيتك ما بتقدر تعبك شديد عامل لها سحر ولا غيره ما قادرة تحاول تقرأ لنفسها ما بتقدر أقرأ لها أنت محرمة لانه احيانا قد تتكشف لو زول غريب قرا له حتى القران ذات قد تتكشف قدامه صحيح ولا ما صحيح؟ وده عرضك وده عورتك لابد تغار عليها فالناس انتبهوا للمسائل دي يا جماعه زول ما يبقى هين ولين في هذا الكلام ولعلي اطل جزاكم الله خير ها؟ ما في اوتاد اربعه ولا في ناس ماسكين الارض يقول لك اوتاد الارض الاربعه في الجبل الأربعة يعني قالوا في الكرة الأرضية دي قالوا مقسمة لأربعة زي الكيكة قالوا في أربعة صوفية ماسكين الكرة الأرضية واحد قال ماسك الشرق وواحد ماسك المربع البيجاء الغرب واحد الشمال واحد الجنوب طيب اليهود ليه ما طلعتوهم فلسطين ليه ما حررتوها صحيح ولا ما صحيح صحيح ولا ما صحيح صحيح فده كله كذب ساكت ده كذب ما بدول ماسك الواطا يا أخي ربنا الماسك السماء والأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أنت زولا ربنا الماسكهم ما ماسكهم صوفي لأربعة لأربعين وأنا مستغرب زول يجي في الجامعة يقول للناس كلام خارم بارم زي ده وفي ناس قاعدين يقول لك لا ديك ما يجي يرد عليه طيب أنا بسألك سؤال في ناس ماسكين الواطا غير الله يا ناس تقولوا كلام فارغ وكلام باطل ساكت وكذب كذب يا أخي يا تواطا أنت لو ماسك الواطا أنت لو ماسك الواطا زادوا طلعنا نحن من الواطا نحن مش مزعلينك طلعنا من الواطة دي ودينا كوكب زحل أو المريخ أو القمر جزاكم الله خير بارك سؤال بسيط أنا قراءة الغمور يعني القرآن في الغمور يعني يوسف شنو؟ قراءة القرآن يعني في الغمور القرآن يا جماعة يقرأ وفي كل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف دي 30 حسنة
لكن القرآن يقرأ على الميت أو على القبر ده ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما ثواب القرآن بيرجع لك أنت القارئ، بيرجع لك شنو؟ أنت القارئ. طيب الميت ده ننفع كيف؟ تدعو له والله. حتى العلماء قالوا ثواب قراءة القرآن بيصل للميت وإن كان قولهم ضعيف ما صحيح، حتى قالوا بكده، قالوا لكن الدعاء للميت أنفع له من الثواب إذا كان بيصل أصلا، وهما بيصل. الدعاء للميت تدعو له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم ادخله الجنة، اللهم اللهم تدعو له. نعم ما عنده دليل، حولية ضريح قبة ده كله ما عنده دليل في الدين. بل النبي عليه الصلاة والسلام حرم البناء على القبور. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. سرج عن الأنوار، قبر يجيبوا فيه بنية أو قبة ويوصلوا له عداد بتاع كهرباء، شفت كيف؟ ويكون فيه أنوار ويمكن مروحة أو مكيف، كل ده باطل. ولعن من فعل ذلك على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. يا ما والله نحن على سفر طويل جدا وبكرة مصلين جمعة. لا بجوز إذا بدعة بدعة ما مكفرة تصلي خلفه. لا لا إذا بدعة ما مكفرة، بدعة ما شنو يا جماعة؟ يعني ما بيدعي إنه غير الله بيخلقه، غير الله بيدي جنا ويعلم الغيب، ما عنده شركيات، دي بدعة أدنى من الكفر، بدعة مفسقة بيسموها العلماء. صلي وراه. أيوة ما تسمع إلا لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الحق. زول بيدعوك للقرآن والسنة اسمع عليه، لكن زول داري يمرق الغرية كلها رح أخرجاكم نمشي نبيت في مسجد بلال، وطيب الغرية خلوها لمنو وأولادنا نأكلهم لمنو؟ ده كله باطل يا ناس. بعدين ما في زول بيشتغل في الدعوة إلى الله إلا زول عنده علم. هسه زول لو ما مهندس لو ما قرأ هندسة بيبقى مهندس؟ لو ما قرأ الطب بتمشي ترقد له ويعالج ليك اثنينك؟ صحيح ولا ما صحيح؟ يا أخو البيطري اللي بيعالج الحمير والحصين اللي يكون قرأ، فكيف الدين زول ساكت جربندي يجي الليلة ده جابوه من بيت العرق جابوه الجامع يقول له قوم ذكر، يذكر شنو؟ يذكر شنو يا ناس؟ فلازم يتعلم الإنسان الدين ده علمه أشرف علم، لابد يتعلم حتى يعلم الناس. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فعلم العلم أول شيء. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.